السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح استكمل معكم شرح مادة البيو كيمستري لكتشر 23. كالعادة كل الشكر لفريق التفاريغ، فريق ملهم وفريق تفاريغ الدفعة، الله يجزيهم كل الخير يا رب. بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طيب، اليوم رح نشرح عن الفاتي أسيد، الكيتون بدي، الترايغليسرايد ميتابوليزم، يعني العمليات اللي بيصير على الفات. طبعا المقدمة إشي ما لهوش علاقة بالحياة، قصدي يعني بس بحكي لكم شو رح نعرف بهذا الشابترز، فما رح نتطرق لها. تمام. نيجي على اللي هو شرح هذا البوكس. اللهم صل على محمد. بيحكي لي إنه معظم الليبيد اللي إحنا بناكلهم شو مالهم؟ بيكونوا على شكل ترايغليسرايد، يعني لما يدخل الجسم بيكونوا على شكل ترايغليسرايد. هسا لما يدخل الجسم اوكي على شكل ترايغليسرايد، الخلايا في الممبرين تبعها في عندها اشي اسمه لايبيز انزيم. هذا اللايبيز بكسر الترايغليسرايد لجليسيرول وفاتي اسيد. الجليسيرول بيروح بيشارك في عمليات بناء البايروفيتس، تمام، وانتاج الطاقه، ما علينا منه، بهمنا الفاتي اسيد. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم عن الفاتي اسيد. الفاتي اسيد بيتم نقله للميتوكندريا، تحديدا للماتريكس ان ذا ميتوكندريا، وبيصير عليه عملية اسمها البيتا اوكسيديشن، رح نحكي عنها لقدام، والناس اللي دارسه بيولوجي عارفه شو البيتا اوكسيديشن، بس رح نحكي عنها بهذا الشابتر لقدام شوي. المهم الفاتي اسيد لما يدخل الميتوكندريا بيصير عليه بيتا اوكسيديشنز، بالنهايه بيتم انتاج إشي اسمه الاسيتيل كو اي. اوكي، وهذا الأسيتيل كو اي اللي بيتم إنتاجه هو موضوع برضو محاضرتنا لهذا اليوم، رح نحكي عنهم لتحت. الفكرة كالآتي، معظم الليبيد اللي إحنا بناكله هو عبارة عن تريغليسرايد. they will digest into two parts، رح يتم تقسيمه لقسمين، جليسيرول وفاتي أسيد، وهاي العملية بتحدث على السيرفيس أوف ذا سيل، على سطح الخلية. عنا إنزيم اسمه اللايبيز، أوكي، اللايبيز موجود وين؟ على سطح الخلية. الفاتي أسيد اللي 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 بيتم إنتاجه، مش أنا حكيت لكم إنه التريغليسرايد بتكسر لفاتي أسيد وجليسيرول، الفاتي اسيد هذا اللي تم انتاجه راح يصير له اوكسيدايزد، اوكي، انتل وي ريتش ذا اسيتيل كو اي، راح يصير له اوكسيدايزد لحد ما انا انتج اللي هو الاسيتيل ايش، الاسيتيل كو اي. اوكي، الاسيتيل كو اي ذات ويل جو ثرو ذا، اللهم صل على محمد، السيتريك اسيد سايكل ان ذا ماتريكس. هذا الاسيتيل كو اي اللي احنا تم انتاجه، هي الاسيتيل كو اي اللي تم انتاجه راح يدخل السيتريك اسيد سايكل في الماتريكس للميتوكندريا. الفاتي اسيد ذم سيلفز جو تو ذا ميتوكندريا، اصلا الفاتي اسيد بنفسها، هي الفاتي اسيد هي اصلا دخلت لجوه الميتوكندريا، سبق وحكينا هذا الشيء. سو ذا اوكسيديشن هابنس ذير راذر ذان ذا سيتوسول، عشان هيك عمليه الاوكسيديشن للفاتي اسيد او البيتا اوكسيديشن وين بتصير؟ بتصير في الميتوكندريا او في الماتريكس للميتوكندريا، وهذا يعتبر فرق ما بين الجلوكوز والفاتي اسيد. الجلوكوز بيصير عليه اوكسيديشن ولكن بيصير في السيتوسول، اما الفاتي اسيد بيصير عليه اوكسيديشن ولكن بيصير في الماتريكس. تمام. اذا هذا شرح البوكس اللي موجود هنا. اوكي، هسا الفاتي اسيد ستراكشر، نحكي عن تركيبه الفاتي اسيد. الفاتي اسيد باختصار هي مكونه من هيدروكربون تشين وكربوكسيل جروب. شو يعني هيدروكربون تشين؟ يعني سلسله عباره عن كربون وهيدروجين، كربون وهيدروجين، كربون وهيدروجين، اوكي، وفي اخرتها من هنا كربوكسيل جروب، اوكي، في اخرتها من هون عباره عن ايش؟ عباره عن كربوكسيل جروب. تمام، الكربوكسيل جروب تعتبر هيدروفيليك، محبه للماء، بينما الهيدروكربون تشينز اللي هي السلسله الطويله تعتبر هيدروفوبيك، كارهه للماء. اذا هو يقسم لقسمين، قسم كاره للماء وقسم محب للماء، وهذا الاشي اذا ذاكرين بالبيولوجي شو كنا نسميه؟ كنا نسميه امفيباثيك. شو كنا نسميه؟ كنا نسميه امفيباثيكس، يعني بيتكون من نصفين، بتكون من جزئين، جزء محب للماء وجزء كاره للماء. هاويفا مع هيك اللونجر هيدروكربونز، هاي شايفينها التشين الطويله هيدروكربونز، صراحه كثير مور هيدروفوبيك، كثير كارهه للماء. تمام، الهيدروكربون تشينز اللي هي السلسله الطويله من الكربونات والهيدروجين، من يعني هي عباره عن سلسله طويله، كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين، عندها نمبرز اوف كربونز، يعني عندها عدد من الكربونز، ممكن تلاقوا تشين مكونه من 2 كربون او تشين مكونه من 60 كربون او 120 كربون عادي. هذا الاشي بيعتمد على عده اشياء، منها الفيتشرز، تايب اوف ذا سيل، نوع الخليه، تايب اوف ذا ترايغليسرايد ذات واز دايجستد، اوكي، اللي تم اصلا هضمه. يعني باختصار في عندنا ماني فاكتورز جيب ا فاريشن اوف فاتي اسيد، عندنا عوامل كثيره بتعطيني مختلف انواع الفاتي اسيد، اوكي، مختلف الفاتي اسيد اللي تتكون من مختلف اعداد الكربونز ومختلف التركيبات. تمام. الكاربوكسيليك جروب الموجوده على الطرف هي ايونايزد، يعني بتكون مشحونه CoO- باختصار،
تمام having a charge، وهذا الاشي عند pH 7 يعني هي بالاساس كاربوكسيل جروب هي COH لكن صارت COO minus يعني فقدت الH صارت deprotonated تمام عند pH 7 وهذا الاشي بيقدر يخلينا نستنتج انه pKa اقل من 7 ايش لا تمام تمام وهذا الاشي انتوا اصلا عارفينه. اوكي هسا بشكل عام الفاتي اسيد زي ما انتم مخلين بالبيولوجي تقسم الى saturated و unsaturated. الساتوريتد بتكون لاينر فورم بينما الانساتوريتد لانه بيكون في عندي دبل باوند رابطه ثنائيه فبتعمل زي كيك اوكي اللي هو الكيكي فورم يعني زي طعجه باختصار. هسا الترايجليسرايد اوكي الترايجليسرايد مكون من جليسيرول وثلاثه فاتي اسيد. صرتوا خبره بالترايجليسرايد اظن صح؟ الترايجليسرايد مكون من الجلوسيرول وثلاثة فاتي أسيد. إذا كان الثلاثة فاتي أسيد ساتوريتد فوقتها أنا بحكي عن الترايجليسرايد ساتوريتد الترايجليسرايد وبكون no space between the fatty acid ما في فراغ بين الفاتي أسيد وبتكون باكد أند سوليد معبأة وصلبة تمام تمام. هسا إذا كان أوكي إذا كان مش إحنا عندنا ثلاثة فاتي أسيد إذا كان ولو واحد منهم مش شرط كلهم ولو واحد منهم واحد على الأقل على الأقل واحد تمام عبارة عن unsaturated fatty acid فوقت هذا الترايجليسرايد راح أحكي عنه unsaturated triglyceride وبكون في عنا كيك ما بيكون يعني بيكون في space بيناتهم تمام وبكون أكثر إشي مثال عليه اللي هو الأويل فات اللي هو الزيوت الدهنية تمام بكون مش solid يعني باختصار مش صلب في كيك الكيك هذه تمام وجود الكيك هذه بتعمل سبيس بين الفاتي اسيد ما بتخلي سوليد اوكي او باكد مع بعض البعض. طيب هسه في عندنا عمليه اسمها الهيدروجينيشن. شو يعني هيدروجينيشن باختصار؟ هيدروجينيشن اضيف هيدروجين. شايفين الانساتوريتد فاتي اسيد اللي هو هذا لو انا اجيت ضفت هيدروجين هون بكسر الرابطه الثنائيه فبصير لاينر زي هيك يعني بصير ساتوريتد. او ممكن مثلا شايفين هذا الفاتي اسيد مثلا عنده كم من رابطه عنده ثلاثه دبل باوند اوكي نعتبر انه هو عنده ثنتين دبل باوند نعتبر انه هو عنده ثنتين دبل باوند لو انا ضفت هيدروجين على هذه المنطقه راح يضل عندي الدبل باوند هاي اوكي. احيانا احيانا بتلاقوا الفاتي اسيد زي هيك شكله لحظه ارسمه زي هيك شكله تمام. لو انا ضفت هيدروجين على هذه هذه عباره عن ايش عباره عن سيس تمام تعرفوا شو السيس والترانس تعرفوا اوكي هذه عباره عن سيس. لو انا ضفت هيدروجين وكسرت الرابطه الثنائيه راح يصير هيك شكله تمام عادي لكن شو بضل عندي بضل عندي المصيبه هون اللي هو هاي الجزئيه هاي الجزئيه راح تضل زي ما هي وهاي الجزئيه عباره عن ترانس فبيتحول الفاتي اسيد لايش لترانس انساتوريتد فاتي اسيد والترانس انساتوريتد فاتي اسيد تعتبر ضاره بالنسبه للجسم اوكي. فاذا ممكن انا لما اعمل هيدروجينيشن ممكن لما اعمل هيدروجينيشن ينتج عندي سلسله ساتوريتد عادي او ممكن ينتج ترانس اوكي فات ترانس فات تمام. اذا الهيدروجينيشن اللي هو ذا ساتوريشن فاتي اسيد باي ادينج اتش كونفرتد تو اويلي فات انتو سوليد بحول الاويلي لسوليد بحوله من انساتوريتد ساتوريتد او احيانا ممكن انه يكون هارمفول بيكوز سم اوف سيس دبل باوند احيانا ممكن السيس دبل باوند ويل بي كونفرتد انتو ترانس تتحول لترانس فات والترانس فات هاير ميلتنج بوينت عندها درجه انصهار عاليه مور باثوجينيك كثير كثير مضره بالنسبه للجسم مقارنه بالساتوريتد وان او حتى مقارنه بالايش بالسيس فاتي اسيد تمام. الترانس كثير مضره الترانس فاتي اسيد تعتبر كثير مضره. طيب هسا في عندي شغلتين مهمات وصراحه موضع اسئله الدكتور مظهر بحبين. فورميك اسيد فورميك اسيد هو اصغر فاتي اسيد فلو اجى بين الخيارات من هو اصغر فاتي اسيد الدكتور مظهر كثير بحب هاي الاسئله. ففورميك اسيد هو اصغر فاتي اسيد بيحتوي على 1 كاربونز ان ذا هيدروكربون تشين بالاضافه لكربون ثانيه موجوده بالكربوكسيليك جروب. في عندنا الاسيتيك اسيد الاسيتيك اسيد فيه 2 كاربونز تمام موجودين بالتشين الطويله هاي التشين الطويله فيها 2 كاربون بالاضافه لكربون من المجموعه اللي هي الكربوكسيليك جروب كربون من مجموعه الكربوكسيل جروب وهنا في عندي كربونتين بس تمام تمام. هذا بالنسبه للاسيتيك. طبعا في هنا ملحوظه انا مشطبه عليها لانه صراحه ما لها داعي اوكي اللي هي these two are not considered as a fat. لما انا احكي فات فانا قصدي ترايجليسرايد فبحكي لي انه هذول الاثنين ما بنعتبرهم ترايجليسرايد. ليش؟ لانه باختصار الفورميك اسيد من شو مكون؟ مكون من كربونه بالاضافه للكربوكسيليك جروب بس هذا هو باختصار تمام هذا هو باختصار. حتى احكي عن المركب فات او ترايجليسرايد لازم يكون عباره عن 3 فاتي اسيد
مرتبطه مع جليسيرول. الفورميك اسيد ما عنده هذه التركيبه. الفورميك اسيد عباره عن ايش؟ عباره عن هذا بس اللي هو كربونه مع الكربوكسيليك جروب، فهو يصنف على انه فاتي اسيد تمام وليس فات. صراحه معلومه ما لهاش علاقه بالحياه، يعني بس انه بحكي لكم انه هذول مش فات، مش ترايجليسرايد، هذول فاتي اسيد باختصار تمام. والفورميك اسيد والاسيتيك اسيد الاثنين لا يعتبروا فات، انما يعتبروا فاتي اسيد، لهم نفس التركيبه، يعني الاثنين تركيبتهم نفس تركيبه الفاتي اسيد، هم فاتي اسيد باختصار يعني. اوكي معلومه ما لهاش علاقه زي ما حكيت لكم، ما لهاش علاقه بالحياه، هو هم فاتي اسيد باختصار. طيب هسا نيجي لعند هنا، هذا عبارة عن نوع من أنواع الترقيم أو التسمية للفاتي أسيد. في عنا البال، اللهم صل محمد، البالم أسيد. أوكي شوفوا زي ما أنتوا شايفين 16.219. طب شو هذا 16؟ هو عبارة عن عدد الكربون الموجودة في التشين الطويلة، 1 هو عدد الدبل باوند، 9 يعني عندي دبل باوند على الكربون رقم 9 تمام. ونفس الاشي بالنسبة للينوليك أسيد. أوكي يعني نفس الطريقة، وهنا برضو الدكتور حاطر لكم جدول بنفس طريقة التسمية هاي. أوكي بس بطلوب منكم تحفظوا الفورميك الأسيدك البالميتويك واللينوليك والألفا لينوليك أسيد. أوكي بس يعني مثلا لو أخذنا الألفا لينوليك أسيد زي ما أنتم لاحظين عدد الكربون الموجود 18 كربون، يعني في عنده سلسلة مكونة من 18 كربون. عدد الدبل باوند الموجودة 3. طب الدبل باوند الموجودة 3 وين موجودين؟ على الكربون رقم 9 و12 والكربون رقم 15 تمام. تمام هاي بس طريقة للتسمية، مهم تحفظوا اللي عليهم أصفر زي ما هو مكتوب. طبعا معطيني نوت ملاحظة انه لينوليك أسيد والألفا لينوليك أسيد عبارة عن إسينشيال فاتي أسيد. هسا الفاتي أسيد في منها إسينشيال وفي منها نان إسينشيال. الاسينشيال اللي احنا تيكن فروم اوتسايد فروم ذا دايت، يعني بناخذهم من الخارج، بناخذهم من الدايت. فاللينوليك اسيد والالفا لينوليك اسيد بناخذهم من الخارج من الدايت، فعشان هيك هم اسينشيال فاتي اسيد تمام. تمام نفس الشيء وي هاف تو وي تو نمبرينج فاتي اسيد. في عندنا طرق لترقيم الفاتي اسيد او اني ارقم مثلا الفاتي اسيد اللي عندي. اول شيء از وي تيكن بيفور ان ذا تيبل، زي ما احنا ماخذين في التيبل السابق، ذا فيرست كاربون نيكست تو ذا كاربوكسيليك جروب از كاربون 1. يعني شايفين هذا الموجود بالتيبل هو مسمى بناء على هذه الطريقه، هاي الكاربوكسيليك جروب، اول كربونه بعد الكربوكسيليك جروب هي كربون رقم 1، اعدوا كربون رقم 1 2 3 4 5 6 مثلا، طلع لنا عدد الكربونات 18، فباجي بقول مثلا 18 كربونه، بحط نقطتين رئيسيتين بشوف وين الدبل باوند موجوده. مثلا عندي 1 2 3 4 4 دبل باوند معناته 4. طب على اي كربونات؟ اللي هي كربون رقم 2 3 4 5 مثلا، اوكي زي هيك. فبهي الطريقه انا بسمي اللي موجود وين، الموجود في الجدول. في عنا طريقة ثانية للتسمية اللي هي عبارة عن الأوميجا نمبرينج. الأوميجا نمبرينج باختصار إني أنا نمبرينج of double bound started from the end of the fatty acid، رح أبلش من نهاية الفاتي أسيد. شو يعني نهاية الفاتي أسيد؟ شايفين لو كان عندي مثلا فاتي أسيد مكون من هيك مثلا، أوكي لحظة أرسمه. فمثلا هون إحنا في عنا هاي النهاية الكربوكسيلية، ما بتهمني نهاية الفاتي أسيد، المقصود فيها النهاية العكسية اللي هي هاي، اللي هي عبارة عن كربون فيها ثلاثة أتشات. أوكي هاي النهاية. أوكي بتبلشوا من وين؟ بتبلشوا أنتوا من عندها ماشي، 1 2 2 اللي هي الكربون رقم 2 أول بداية لتشكل الدبل باوند. فباجي أنا بقول أوميجا 2. شو يعني أوميجا 2؟ دبليو 2. أوميجا 2 معناها أنه الدبل باوند على الكربون رقم إيش؟ رقم 2. هاي هي طريقة التسمية بس. إذا always the last carbon is called omega، عادة إحنا بنسمي الكربون أوميجا زي ما سميت لكم إياها. مثلا هنا في عنا مثال على هذا، معطيني مثال أوميجا 3. شو يعني أوميجا 3؟ double bound is far from the omega carbons by 3 carbons. باختصار حكينا منبلش من عند مين؟ النهاية اللي عكس الكاربوكسيل، عكس الكاربوكسيل اللي هي النهاية اللي من هون اللي بتنتهي ب CH3 تمام، نهاية الفاتي أسيد. ببلش كربون رقم 1، كربون رقم 2، كربون رقم 3. عند الكربون رقم 3 بلشت الرابطة الثنائية، فباجي أنا بقول والله هذه أوميجا 3. شو يعني أوميجا 3؟ يعني الرابطة الثنائية بعيدة ثلاثة كربونات، بعيدة ثلاثة كربونات، هيها far from the W carbon by 3 carbons، بعيدة ثلاثة كربونات بس. هذه طريقة تسمية الأوميجا. أوكي أوكي نيجي على إشي يسمى الدينوفو سينتيسايز أوف ذا فاتي أسيد. يعني باختصار أنا بدي أعمل على بناء الفاتي أسيد من بريكورسرز.
زي ما كان عندنا مثلا بريكورسر لبناء الجلايكوجين، بريكورسر لبناء الجلوكوز وكذا كذا كذا، في عندنا بريكورسر لبناء الفاتي اسيد. اذا احنا بدنا نبني الفاتي اسيد، هذا نسميه دي نوفو سينثيسايز، رح نحكي عنه هسه. كان وي سينثيسايز ذا فاتي اسيد ان اور بدي، بنقدر نبني الفاتي اسيد بجسمنا؟ اكيد يس. ما احنا سبق وحكينا هون انه في عندي انا اسينشال ونان اسينشال فاتي اسيد. الاسينشال اللي بحصلها من الدايت، النان اسينشال انا ببنيها. اذا وي منشن بيفور ذات وي هاف اسينشال نان اسينشال فاتي اسيد ويتش مين ذات وي كان سينثيسايز ذم، احنا بنقدر نبنيهم فعليا. زي لما احكي والله اسينشال امينو اسيد ونان اسينشال امينو اسيد، نفس المبدا. دي نوفو سينثيسايز مين هافينج ا بارتيكولر بريكورسر. دي نوفو سينثيسايز معناها انه انا والله في عندي بريكورسر، هذا البريكورسر او السبستريت احنا كان يوزت ان اوردر تو سينثيسايز فاتي اسيد، بقدر استخدمها لبناء الفاتي اسيد. طيب انا شو البريكورسر اللي والله بدي استخدمه ببناء الفاتي اسيد؟ الفاتي اسيد هو عباره عن سلسله طويله من الكربون. اذا البريكورسر اللي انا بستخدمه لازم يكون فيه كاربونز، اوكي؟ اذا لوجيكلي وي نيد ا سورس اوف كاربونز تو بي كومبايند ان ذس بروسيس، احنا بدنا مصدر من الكربون لانه كميه الكربون اصلا كثير كبيره بالفاتي اسيد، كربون طويل جدا، بدنا كاربونز. ف معلومة بحكي لنا إياها إنه الأوبسيتي داز نوت يوجوال كم فروم فات، السمنة أحيانا مش عادة بتيجي من الفات، أوكي؟ بات فروم جلوكوز اللي أوكسيدايزد إنتو بايروفيت. أيوة زي ما بتعرفوا أحيانا في ناس مثلا بتقولكوا الناس اللي ماشية على نظام غذائي كله كربوهيدرات بتعاني من سمنة، طب شو دخل؟ ما الكربوهيدرات مش فات، الكربوهيدرات هي سكريات من هي. ايوه فهو مش السمنة مش من الفات بحد ذاتها احيانا. هسه بنشوف كيف الجلوكوز ممكن يسبب اشي، هو له علاقة برضو بالفات، يعني له علاقة بالفات. الجلوكوز رح يصير له اوكسيدايزد وتحول لبايروفيت، تعرفوها الجلوكوز بتحول لبايروفيت عن طريق اللي هو الجلايكولايسيس to be transferred to the mitochondria. بعدين البايروفيت اوكي اللي هو اللي احنا اصلا تم انتاجه زي ما بنعرف بنحوله لاسيتيل كو اي، والاسيتيل كو اي من دخله اللي هو من دخلهم في الميتوكوندريا كلهم اصلا، البايروفيت بتحول اسيتيل كو اي جوه الميتوكوندريا، الاسيتيل كو اي راح يدخل ويندمج مع السيتريك اسيد سايكل بوجود الاوكزالو اسيتات مثلا، وهي السلسله انتم عارفينها اوريدي. فبحكي لي انه بغض النظر يعني عن هذا الكلام انتم عارفينه يعني ما بدي اشرحه، الجلوكوز اوكسيدايزد انتو بايروفيت to be transferred to the mitochondria matrix، راح انقله للماتريكس اللي راح يصير له اوكسيدايزد اجين انتو اسيتيل كو اي، بنتج انا الاسيتيل كو اي باي بي دي اي بي دي اتش سي، اوكي؟ اوكي هسه الاسيتيل كو اي اللي هو اسم الانزيم، الاسيتيل كو اي ات ويل جو ثرو اللي هي السيتريك اسيد سايكل، تعرفوها unless it is inhibited. زي ما انتو بتعرفوا الاسيتيل كو اي راح يندمج مع الاوكسالو اسيتات وينتج لي سيتريت، تمام؟ السيتريت راح يدخل الاسيتيل اللي هو راح يكون ضمن السيتريك اسيد سايكل، ضمن حلقه كريبس باختصار، اوكي؟ هسه هو هل السيتريت راح يكمل ولا ممكن انه والله اثبت هاي الحلقه؟ يس، لو كان جسمي فيه كميات كبيره من الاي تي بي خلص ما في داعي السيتريت يكمل الكريبس سايكل، يكمل حلقه كريبس. فاذا صار انهبيتد يعني اذا ثبطنا الكريبس سايكل الاسيتيل كو اي رح يتراكم يتراكم يتراكم، ليش؟ لانه ما عم بيدخل في السيت، ما عم بيدخل في كريبس سايكل، ما عم بدخله في كريبس سايكل وما عم بمشي انا، فرح يتراكم هذا الاسيتيل كو اي. اذا الاسيتيل كو اي شو ماله؟ ويل اكوميوليت، رح يتراكم، اوكي؟ الاسيتيل كو اي از بريكورسر اند ذا سورس فور ذا فاتي اسيد، هاي الجوهر. شايفين الاسيتيل كو اي اللي تراكم؟ الاسيتيل كو اي يعتبر بريكورسر وسورس للفاتي اسيد، وحفظ زي اسمكم مصدر الفاتي اسيد او البريكورسر اللي راح ابني منه فاتي اسيد، مين هو؟ الاسيتيل كو اي. طيب الاسيتيل كو اي المتراكم هذا انا شو راح اعمل فيه؟ due to the inhibition of Krebs cycle، هذه فيها خطا كتابي بس عادي، نتيجه لتثبيط الكريبس سايكل and the accumulation of the acetyl CoA البريكورسر اللي هو الاسيتيل كو اي is available to fatty acid synthesized، نتيجة لأنه الأسيتيل كو اي تراكم تراكم تراكم. طب أنا شو بدي أعمل بهذا الأسيتيل كو اي؟ ما عم بيدخل الكريبس سايكل لأنه في عندنا طاقة في الجسم، ما دام عندي طاقة في الجسم ما في داعي أدخله. طب أنا شو بدي أعمل فيه؟ بحوله لفاتي أسيد، بحوله لإيش؟ بحوله لفاتي أسيد. The synthesized fatty acid occur in the cytosol. حلو، المصيبة هون، المصيبة انه مش احنا هاي خلية وهاي ميتوكوندريا ودخلنا البايروفيت وتحول لأسيتيل كو اي وحكينا انه الأسيتيل كو اي مش قادر يدخل في السيتريك اسيد سايكل لانه في عندي كميات كبيرة من الاي تي بي مثبطئ السيتريك اسيد سايكل، وبالتالي هذا الأسيتيل كو اي لازم احوله لفات، لازم اخزنه على شكل مثلا فات، على شكل فاتي اسيد، اوكي؟ او احاول او ابني منه فاتي اسيد. هسا هذا الأسيتيل كو اي جوا الميتوكوندريا،
عملية بناء الفاتي أسيد بتصير في السيتوسول، معناته أنا الأسيد الكوئي لازم أطلعه برا الميتوكوندريا، بس ما في عندي ترانسبورتر، ما في ترانسبورتر، but we don't have ترانسبورتر، ما في ناقل للأسيد الكوئي أطلعه لبرا. فطب أنا شو بدي أعمل بهاي الحالة؟ بعمل شاتلينج ميكانيزمز. شو يعني شاتلينج ميكانيزمز؟ يعني بحول الأسيد الكوئي لمركب ثاني، تمام؟ هذا المركب قادر يطلع من الميتوكوندريا، لما يطلع من الميتوكوندريا جوا السيتوسول برجع بحوله لأسيتيل كوي، تمام؟ وهي العملية رح ندرسها هي اللي هي شاتلينج ميكانيزمز. الخطوة الأولى في الشتل شاتلينج ميكانيزمز، الأسيتيل كوي ويل كومباين تو أوكزالو أسيتيل. بالبداية احنا جوا الميتوكوندريا، الأسيتيل كوي بندمج مع الأوكزالو أسيتيل بتحول للسيترات، السيترات ما بتدخل كريبس سايكل، ليش؟ لأنه عندي كميات كبيرة من الـ ATP، تمام؟ السيتريك أسيد سايكل هي عبارة عن عدة خطوات، في عنا خطوات محددة للتفاعل limiting rate reactions. هاي الخطوات إذا تم تثبيتها خلص ما في داعي تكمل، يعني صح أوكي أنا والله أنتج السيتريت، هل هذا معناه إنه السيتريت راح يكمل في السيتريك أسيد سايكل؟ لا مش شرط، أوكي مش شرط، تمام؟ ليه؟ لأنه في عنا عوامل ثانية، في عنا مثبطات، في عنا خطوات بتكون محددة للتفاعل، أوكي مش شرط إني أنا والله أنتجت سيتريت هذا معناه إنه راح أكمل. إحنا أنتجنا سيتريت ولكن ما مش قادر يدخل في السيتريك أسيد سايكل، جميل ولا جميل؟ جميل. هذا السيتريت طبعاً نوتك ذا رياكشن إنزيمز إن ذا بيكتشرز، لاحظ التفاعل في البيكتشرز، أصلاً أنا بدي أشرح الصورة. This is the first step of the TC cycle، يعني اني انا انتج السيترات هي الخطوه الاولى في الكريبس سايكل، ولكن yes we start the كريبس سايكل but other step will not be continue، يعني اوكي احنا ماشي انتجنا السيترات بس هذا مش معناه اني والله راح اكمل السيتريك سايكلز، لانه زي ما حكيت في خطوات ثانيه، في عندنا خطوات محدده للتفاعل اهم من الخطوه الاولى as they are regulated steps، في عندنا خطوات منظمه ATP is inhibitors for this step، برضه الـ ATP هو inhibitors لهذه الخطوات. The citrate can be transported to the cytosol. حلو. إذا إحنا عملنا شاتلينج، حولنا الأسيد الكوي عن طريق دمجه مع الأوكزالو أسيتيت لسيترات. هسا السيترات هذا بيقدر يطلع. جميل ولا جميل؟ جميل. هذا السيترات اللي طلع برا الخلية. The next step is completely upside the first reaction. بس باختصار الخطوة اللي بعديها إني بدي أعكس التفاعل. يعني هذا السيترات لازم أفكه لأوكزالو أسيتيت وأسيد الكوي. لأنه أنا بدي الأسيد الكوي بالسيتوسول. تمام؟ إذا إحنا السيترات لازم نفكه. فمنفكه وطبعا بنستهلك ATP، مهم تكونوا حافظين انه في الشاتلينج في عندي انا استهلاك ل ATP عشان انا reverse reactions، هذا ان السيترات ارجع احوله لأوكزالو أسيتيت وأسيتيل كوي. طبعا الأوكزالو أسيتيت ما تخافوا عليه، هو صح في السيتوسول ولكن هذا الأوكزالو أسيتيت بيقدر يرجع للميتوكوندريا عن طريق احوله لمثلا مركب الماليت، اي مركب عادي، اوكي؟ فالأوكزالو أسيتيت بيقدر انه يرجع للميتوكوندريا، ما بينخاف عليه. انا بهمني انه عندي والله أسيتيل كوي في السيتوسول، جميل جدا جدا. اذا ذا نيكست ستيب كومبليتلي اوبسيت، ذا ATP از جوينج تو كونسوميد ان اوردر، حكيناها الـ ATP تستهلك، مهم جدا تكونوا عارفين انه في الشاتنج في عندي استهلاك للـ ATP، اوكي؟ تو كليف ذا سيتريت اجين انتو أسيتيل كوي أوكزالو أسيتيت. الأوكزالو أسيتيت has many pathway in order to transport it back for example converted in the malate، ممكن أحوله للمالات ويرجع لهاي حي حكيناها. طيب نيجي لعند هون، إذا إحنا شو صار في عنا؟ صار في عنا أسيتيل كوي في السيتوسول، أسيتيل كوي في السيتوسول، يا سلام عليه. شو ماله هذا الأسيتيل كوي؟ to start the synthesis of fatty acid، حتى أبلش بناء الفاتي أسيد you have to activate your molecule، لازم أنشط هذا الأسيتيل كوي. طب كيف بدي أنشطه؟ بس بحوله لمركب اسمه الملونيل كوي. زي ما أنتم لاحظين شايفين هاي التركيبة، هي CHCCC، هاي نفسها تركيبة الأسيتيل كوي، بس في عندي بالملونيل في عندي بس مركب زيادة اللي هو CO2. إذا إحنا شو اللي عملنا بالضبط؟ بس ضفنا CO2 للأسيتيل كوي، يعني بس ضفنا له CO2، عملنا له عملية كاربوكسيليشن رياكشن، عملنا له إضافة كاربوكسيل وحولناه لملونيل كوي. الملونيل كوي يعتبر أكتيف. The activation reaction here is conjugation of CO2 with acetyl كوي. هذا التفاعل أو تفاعل الأكتيفيشنز أو كيف أنا ممكن أنشط الأسيتيل كوي، بس كوجيجيشن، بس بربط عليه CO2، يعني بس بضيف عليه CO2 وإذا أسيتيل كوي to form الملونيل كوي. صار في عندنا ملونيل كوي، الملونيل كوي عبارة عن ثلاثة كربونات، 1 2 3، ثلاث كربونات، بينما الأسيتيل كوي عبارة عن كربونتين، تمام؟ تمام. طبعا in the anabolism دائما في تفاعلات البناء، اي يعني مركب انا بعمل على بنائه، زي مثلا بدي ابني هسه فاتي اسيد، اوكي؟ فبناء الفاتي اسيد مثلا بيجي من البريكورسرز، البريكورسرز مولكيول should be activated دائما وابدا، البريكورسر مولكيول لازم انا انشطه عشان ابدا عمليه الهاي. طبعا برضه هون في عندنا كونسيوم ل 1 ATP زي ما انتم شايفين، في عندنا استهلاك لل ATP. CO2 اجت زي ما انتم شايفين، في عندنا مركب ال HCO2 3 بيدخل على التفاعل. طبعا هذا مش مهم، بس انه اعرفوا انه مثلا
السي او 2 من وين اجا وكذا، يعني مش مهم بس انه عرفوا. اوكي، الاهم شيء تكونوا عارفين انه في عندنا استهلاك للاي تي بي. اذا كم اي تي بي صار عندنا؟ اي تي بي استهلكناها هون في الشتلنج، واي تي بي استهلكناها هون، اذا في عندنا 2 اي تي بي. اذا تو برودوس مالونيلكو اي 2 اي تي بي ار كونسيومد ديورينج ذا شتلنج اند اذرز ديورينج ذا اكتيفيشن بروسيس. تمام تمام. طبعا الانزيم اللي بيشتغل عندنا هو اسمه اسيتيل كو اي كاربوكسيليز. الانزيم اللي بحول اسيتيل كو اي لمالونيل او بيعمل على ربط الكربون اللي هو عباره عن اسيتيل كو اي كاربوكسيليز. تمام، من اسمه كاربوكسيليز يعني بيضيف كربونه. طبعا في عندنا اشياء بتثبطه او بتنشطه اللي هي السيتريت بيعمل على تحفيزه، بينما البالميتول كو اي هو مركب بيعمل على تثبيط هذا الانزيم، تثبيطه بيحوله لان اكتف. على الاغلب الريجوليشن رح ناخذها ايش هون. اوكي طيب طيب، هسه نكمل اللي هي الريجوليشن بروسيس اوف كاربوكسيليز انزيم، يعني عمليه تنظيم الانزيم اللي احنا سبق وشرحنا عنه هون اللي هو الكاربوكسيليز انزيم. تمام تمام. هسه شو اللي بيصير بالضبط؟ بحكي لي انه الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز انزيم از ريجوليتد باي تو ميكانيزمز. في عندنا طريقتين لتنظيمه. ذا انزيم بشكل عام الانزيم هذا بيتكون من ملتي سب يونت، عده سب يونت، اند ذير ار تو فورمز اوف ذا انزيم. في عندنا شكلين لهذا الانزيم، الشكل الاكتف والشكل الان اكتف. هسه الشكل اللي بيكون اكتف هو عباره عن البوليمريك فورم، يعني الشكل اللي زي هيك بوليمريك، يعني عباره عن حبيبات متصله مع بعض البعض. ذا سب يونت ار كونجيجيتد توجذر. الشكل الان اكتف اللي هو المونوميريك، يعني عباره عن حبات مفروطه مونيمرز. تمام، مش مربوطين مع بعض ومشكلين لي بوليمر، لا عباره عن ايش؟ حبات ايش؟ مونيمرز. اوكي، and these forms are controlled by certain regulated. هذول بيتم تنظيمهم بعدة شغلات، منها اول اشي السيتريت. وجود السيتريت بيعمل ايش؟ بوزيتيف، يعني بيحفز انه يصير هذا اكتيف فورم. اذا اكتيفيتر فور بوليمرايزيشن بروسيس، يعني هو منشط لعمليه البوليمرايزيشن، انه هذول الحبيبات يجتمعن مع بعض ويصيروا بوليمر اوف ذا انزيم. بنسميها احنا فورورد اكتيفيشن. شو يعني فورورد اكتيفيشن؟ يعني بتنشط انه المزيد من التنشيط للانزيم، يعني بتنشط انه الانزيم هذا يصير ايش ماله؟ يصير اكتف. وجود كميات كبيره من السيتريت يعني انه هذا الانزيم لازم يصير اكتف. لونج تشين فاتي اسيد. هسه لما يكون في عنا مثلا زي البالميتول، انتو بتعرفوا احنا بدنا نشكل فاتي اسيد او بدنا نعمل بيوسينتيسايز لفاتي اسيد، يعني بدنا نبني فاتي اسيد. لما انا بالنهايه ابني فاتي اسيد مثلا البالتيميت، اوكي بغض النظر عن اسمه، البالميتيت، البالميتيت، اوكي البالميتيت مثلا، البالميتيت الفاتي اسيد النهائي هذا بيعمل زي نيجاتيف فيدباك. شان النيجاتيف فيدباك يعني بيقول للانزيم خلص انا تم انتاجي، ففيش داعي تشتغل مدام انتجت الفاتي اسيد، خلص يعني خلص انت وقف. تمام، فبيخليه ان اكتيف. فلما يكون في عندنا لونج تشين فاتي اسيد، يعني فاتي اسيد نهائي، ان ذا فيتشرز وين ذا مالونيل كو اي از يوزد تو فورم فاتي اسيد، ذا برودكت اوف ذا رياكشن ويل كاز فيدباك انهيبيشنز باي ديبولاريزيشن بروسيس. راح يعمل ديبولاريزيشن بروسيس، يعني يكسر هذول ويخليهم مونيمر، اند ذا انزيم ويل بي ان ذا فورم اوف بروتوميرز، يعني راح يصير شكل انزيم بروتومير، يعني مونومر صغار زي هيك. اوكي، اللي هو الانكتيف فورم. فيدباك فورورد رياكشن عارفينها، والفيدباك انهيبيشن انتو اوريدي عارفينها. ذا سكند ميكانيزمز اوف ريجوليشن، في عندنا طريقه ثانيه للتنظيم، من هي؟ اللي هي الفوسفوريليشن والديفوسفوريليشن. لما يكون الجلوكوز نسبته عاليه جدا جدا جدا، هذا الاشي بيخلي الجسم يفرز الانسولين. الانسولين شو ماله؟ بيعمل ديفوسفوليريشن. شو يعني بيعمل ديفوسفوليريشن؟ يعني بيخلي هذا الانزيم ما عليه فوسفور، ماشي، وبالتالي الانزيم بكون ايش ماله؟ بوضع اكتف نشط. فبصنع انا ايش؟ بصنع الفات. وحتى صنع الفات لازم ادخل السكر لجوا الخلايا، فهذا الاشي اصلا بيقلل عنا الجلوكوز في الدم. تمام، لما يكون عندنا لو جلوكوز ان ذا بلاد، يعني لما يكون مستوى الجلوكوز في الدم كثير قليل، لا ما بزبط اني اصنع الفات. جلوكوجينز اللي هو الجلوكاجون از ريسبونسبل فور فوسفوليريشن. الجلوكاجون هذا الهرمون بيساعد على يصير فوسفوليريشن، فبصير في عندنا ايش؟ ان اكتف فورم. تمام، ان اكتف فورم من هذا ايش؟ الانزيم. هي طريقه ثانيه للتنظيم بس اللي هي الفوسفوريشن والديفوسفوريشن. طيب هسه نبدا بالجد، اللي هي عباره عن خطوات بناء الفاتي اسيد، ستيب اوف رياكشنز. It is one of the strangest process that occurs to synthesize fatty acid. مش مهم. It was first discovered in the bacteria. أول اكتشاف ل
اللي له كان بالبكتيريا. Then they found similar mechanisms in the human. يعني أول اكتشاف لطريقة بناء الفاتي أسيد كانت في البكتيريا. بعدين لقوا طريقة مشابهة لبناء الفاتي أسيد في الإنسان. أوكي. The green parts. طبعا هسه هنا هو بيحكي لي عن إنزيم. هذا الإنزيم بيساعد في بناء الفاتي أسيد. شو اسمه؟ FAS. Fatty Acid Synthase Enzyme. الفاتي أسيد سينتاز إنزيم زي ما أنتوا شايفينه اللي هو باللون الجرين هيو باللون الجرينز تمام واللي هو بالصورة هون لونه جرينز. شو ماله؟ The green part represented the important part of the enzyme اللي هو the arms الأذرع. يعني شايفين هذا عبارة عن إنزيم. شايفين الجزء الأخضر هذولا منسميهم arms يعني أذرع تمام. هذا الإنزيم الفاس إنزيم إله نوعين من الأذرع تمام. إله نوعين من الأذرع. الذراع الأول إحنا منسميه سيس اللي هو عبارة عن سيستين ريزيجوا تمام يعني عليه سيستين. والنوع الثاني من الأرمز اللي هي الـ ABC arm. شو يعني ABC arm؟ ABC اختصار لكلمة أسل كارير بروتين. بيكون في عنا ABC أسل كارير بروتين تمام يعني عبارة عن بروتين مرتبط ب 4 فوسفو بنتوإثانيل اللي هو مرتبط بمركب هيو اسمه فوسفو بنتوإثانيل هيو فوسفو بنتوإثانيل وبالآخر مرتبط بال CH هيك بيكون شكله تمام هيك بيكون شكله أتوقع هون أيوة ال ABC وفي بالنص عنا الفوسفو بنتوإثانيل اللي هو 4 فوسفو وبعدين في عنا ال CH تمام بيكونوا مع بعض زي هيك بتقدر تشوفوا صوره على النت. طيب in the previous step في الخطوات السابقة اللي إحنا سبق وحكينا عنها هون مش احنا هنا انتجنا المانونيل كو اي صح هسا بدنا نستخدمه في بناء الفاتي اسيد. بحكي لي ان ذا بريفيوس ستيب وي هاف كونفرتد اسيتيل كو اي انتو اكتيفيتد فورم اللي هو المانونيل كو اي تو بي يوزد ان ذا سينثيسايز اوف ذا فاتي اسيد رح نستخدمه في بناء الفاتي اسيد. لكن شوفوا هسا بدنا نشرح خطوات بناء الفاتي اسيد تمام خطوات بناء الفاتي اسيد ما بتبلش من المانونيل كو اي بتبلش من الاسيتيل كو اي. طب شو فائده المانيل كو اي اللي انتجناه هون؟ المانيل كو اي راح يشارك في بناء الفاتي اسيد تمام راح يشارك. هسه راح تفهموا الخطوات اكثر واكثر بس احنا دائما في بناء الفاتي اسيد بنبلش باسيتيل كو اي بنبلش بشو باسيتيل كو اي راح تفهموها هسه بالخطوات اللي بالصوره هون تمام. طبعا كل الحكي اللي مكتوب هون انا راح اشرحه بالصوره هون تمام فبتقدر ترجعوا له. طيب بالبداية احنا عنا انزيم الفاس زي ما حكينا وعنا اسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي زي ما انتو شايفين مكون من كم كربونة؟ واحدة ثنتين. حلو شايفين هذا الاسيتيل كو اي بروح بربطه بالاي سي بي ارمز بربطه بالاي سي بي ار من الانزيم. حلو بعد هيك الخطوة الثانية بمسك ايوه بمسك اللي هما اللهم صل محمد الاسيتيل كو اي وبروح بنقله للسيستين ارم ليش بنقله للسيستين ارم؟ عشان اخلي الاي سي بي فاضيه طب ليش دخليها فاضيه؟ عشان المانيل الكو اي ما بيقدر يرتبط غير بالاي سي بي ارم تمام اذا هسه انا بدي اجيب مانيل الكو اي ماشي بس دائما الفيرست ستيب بس بدي اخذ اسيتيل كو اي بس هاي الخطوه اللي بحط فيها اسيتيل كو اي عادي اوكي. هسه بدنا نجيب المانيل الكو اي. المانيل الكو اي من كم كربون مكون؟ 1 2 3 اوكي ضلكم حافظين الارقام راح نحطها هون على الاي بي سي. صار في عنا ايش؟ هيك شكله. هسه شايفين اللهم صل على سيدنا محمد شايفين ال سي او 2 الموجوده بنهايه المانول الكو اي. بالخطوه الرابعه بصير في عنا ديكاربوكسيليشن يعني ازاله كربون. بتم ازاله الكربونه هاي اللي موجوده على المانول الكو اي تمام بطلعها لبرا. وشايفين الاسيل كو اي اللي فوق باجي بمسكه وبربطه مع الملل الكو اي فبصير في عندنا ملل الكو اي مربوط مع اسيل كو اي زي هيك شكله هيو ملل الكو اي مربوط مع اسيل كو اي تمام. كم كربون صار عندنا؟ اول اشي كربونتين من الاسيل كو اي والملل الكو اي هو كان مكون من 3 كربونات لكن في كربونه طلعناها على شكل سي او 2 فضل عنده كربونتين. اذا كم كربون صار في عندنا؟ 4 كربونات ماشي 4 كربونات. هسه هون خلص بنوقف عندنا 4 كربونات بس المصيبه انه في عندنا والله هون مثلا كربونال جروب هيا ماشي هاي لازم انا ايش اكسرها اوكي. فبيجي عندنا عمليه الخطوه الخامسه يكون في عندنا ريدكشن رياكشن. بيجي عندنا الناد بي اتش وهو عباره عن ريديوسينج ايجنت بيعمل اختزال لغيره يعني بيسبب انه هذا المركب بيختزل تمام. شايفين الرابطه الثنائيه بس بعطيها اتش من الناد بي اتش اوكي
وبتنكسر بصير في عنا او اتش و اتش من تحت، تمام؟ هيو بصير او اتش من فوق و اتش من تحت، تنكسر الرابطه الثنائيه. اوكي، هذا ريدكشن رياكشن. بعد هيك شايفين الجزئيه هاي اللي من هون، هيو شايفين الجزئيه من هون، الاو اتش تمام مع الاتش من هذا المركب بيطلعوا على شكل اتش تو او، اللي هو الخطوه السادسه دي هايدريشن، ازاله الميه، تمام؟ ازاله ايش؟ ازاله المي. فلما انا ازيل المي، لما انا ازيل اتش من هون يضل عندي اتش وحده، وازيل الاو اتش من هون، تتكون رابطه ثنائيه بهذا الشكل، تمام؟ بتتكون رابطه ثنائيه، هيها الرابطه الثنائيه الموجوده هون. هسه الرابطه الثنائيه هاي لازم اكسرها، فبستخدم ايش؟ ناد بي اتش مره ثانيه. اذا الناد بي اتش بيعمل على كسرها، فبتكون عندنا هذا المركب اللي كلياته عباره عن ايش؟ كربونات احاديه. بعدين هذا المركب اللي كله كربونات ما فيها روابط ثنائيه، ماشي، بنقله على اللي هو السيس ارم، بنقله على السيس ارم، فصار عندنا زي هيك شكله. هسه بعد ما انقله على السيس ارم باجي بكرر نفس الخطوات من عند رقم 2، هيو بكرر نفس الخطوات من عند رقم 2 وبمشي. يعني برجع بجيب منل الكو اي بحطه على الارم هاي، هي حطيت منل الكو اي مكون من ثلاث كربونات، تمام؟ مكون من ثلاث كربونات. برجع بعمل ديكربوكسيليشن، بزيل كربونه، بضل عندي كربونتين، بمسك الاربع كربونات بحطهم هنا، بصير في عندنا 6 كاربونز، تمام؟ زي ما انتم شايفين هي 6 كاربونز. بحاول اكسر الروابط الثنائيه نفس الخطوات 5 6 7 اللي هو نيد بي اتش وازاله الميه، وبالنهايه بنتج عندنا هذا المركب. برجع بكرر نفس الخطوات 5 مرات. اذا بالاول بنصنع المركب المكون من 4، هاي اول مره، بعدين بنكرر الخطوات مرة ثانية، هاي ثاني مرة، بعدين رح نرجع نكرر كمان الخطوات مرة ثانية 5 مرات، تمام؟ فكم مرة صارن؟ واحدة وثنتين وخمسة، خمسة ستة سبعة، صرنا عاملينه 7 مرات، تمام؟ يعني الخطوات هاي اللي انتو شايفينها هون كررناها 7 مرات، ما عدا الخطوة الأولى اللي هي تبعت الأسيت الكو اي، تمام؟ الأسيت الكو اي ما بكررها، أسيت الكو اي هي أول مرة، ماشي. بعدين كل الاضافات بتكون عباره عن ملل 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 لبين ما اطول التشين، اطول التشين، اطول التشين، اطول التشين، تب النهايه يتكون عندي اللي هو ايش؟ فاتي اسيد، تمام؟ تمام، بس خليني امسح هاي الاشياء كلها. فترتيب الخطوات جدا مهم انكم تحفظوه، تمام؟ تمام. اللي هي الخطوات انتم تحفظوا بس اللي هي خطوه الاولى، الخطوه الاسل، بعدين الخطوات من عند المانول الكو اي لغايه الخطوه رقم 7، بعد هيك بتتكرر الخطوات نفسها من عند الملولل، ماشي؟ من عند الملولل بنرجع نكرر نفس الاشي، اوكي؟ طيب هسا بحكي لي انه اللي هي ذا ستيب 2 الى 7، الخطوه من عند 2 اللي هي من عند الملولل كو اي لغايه 7 هي شو مالها؟ ريبيتد، راح تتكرر اكثر من مره لبين ما اطول التشين، اللي هي هاي التشين حطل اطول فيها اطول فيها اطول فيها، تمام؟ تمام. اللهم صل محمد، start from the second not the first step that mean we don't add another acetyl CoA. يعني بحكي لي انه مش احنا هون انتجنا 4 كربونات بعدين رجعنا كررنا الخطوات من عند رقم 2، يعني من عند المانولل CoA، يعني هون انا ضفت مانولل CoA، ايوه، مش رجعت من عند الاسيتيل CoA، يعني هون انا ما بضيف اسيتيل CoA، لا، الخطوه الاولى هي خطوه بس موجوده بس بالمرحله الاولى. اما لما نرجع نكرر مره ثانيه ما بنبلش من عند الاسيتيل كو اي، بنبلش من عند الملولين، يعني المرات الثانيه التكرارات الثانيه راح تكون بس اضافه ملولين ملولين ملولين، ما في عندنا اضافه للاسيتيل كو اي، الاسيتيل كو اي بس هي هاي الخطوه بس الوحيده اللي فيها اسيتيل كو اي، تمام؟ تمام. If we start the synthesize by adding acetyl CoA، احنا بلشنا عن طريق الاسيتيل كو اي، بعدين صرنا نضيف ملولين، اوكي؟ اوكي. Then we repeated the step، احنا بنكرر الخطوات 2 الى 7، الخطوات اللي هي من رقم 2 الى رقم 7 بنكررها 7 مرات. طب كيف بنكررها 7 مرات؟ حلو، الخطوه الاولى هي اضافه اسيتيل كو اي، الخطوه الثانيه اللي هي عباره عن الملولل، بعدين من خطوه 2 لخطوه 7، تمام؟ زي ما انتم شايفين بننتج هذا المركب اللي فيه 4 كربونات، بعدين بنرجع بنكرر الخطوات من رقم 2 لغايه 7، هي التكرار الثانيه، هي اول وحده، هي التكرار الثانيه. هسه بنرجع نكرر الخطوات من 2 الى 5 5 مرات، 1 2 5 5 6 7، يعني 7 مرات عملناها، ماشي؟ أول مرة هيها، ثاني مرة هيها، وبنرجع نكررهم برضو هي 5 مرات هنا، تمام؟ فإحنا الخطوات من رقم 2 لغاية 7 مكررينها 7 مرات، إذا we will get 16 كربون. طب كيف إحنا رح نحصل 16 كربون؟ هسه بفرجيكم كيف رح نحصل مركب فيه 16 كربون.
إذا بالنهاية رح ينتج عنا مركب هيو، هذا المركب عبارة عن 16 كربون اسمه البالميتات، تمام؟ اسمه البالميتات، فاتي أسيد اسمه البالميتات مكون من 16 كربون. طب من وين يجن 16 كربون؟ كالآتي، أول إشي إحنا بلشنا من الأسيد الكوئي اللي فيه كربونتين، هاي أول كربونتين، تمام؟ بعدين ضفنا المانولين المكون من 3 كربون، بس حكيت لكم في كربونة رح تطلع، أوكي؟ فبالتالي إحنا منأخذ من المانولين بس كربونتين، ماشي؟ بس كربونتين. كم صاروا؟ 4 كربون اللي هم هيهم 4 كربون، لانه باقي الخطوات ما فيها اي شيء له علاقه بالكربون، يعني عباره عن ناد بي اتش و H2O، فبالنهايه رح ينتج عندنا 4 كربون. بعد هيك رح نرجع نكرر الخطوات من عند المالولين، يعني شايفين الاربع كربون اللي نتجوا رح ارجع اضيف عليهم مالولين. المالولين مكون من 3 كربون، بس حكيت لكم واحده من الكربونات رح تطلع، فصفى عندي كربونتين، الكربونتين هذول بضيفهم على الاربع السابقات، فصار كم كربون عندي؟ 1 2 3 4 5 6 6 كربونات، تمام؟ برجع أكرر الخطوات 5 مرات، في كل مرة أنا بضيف كربونتين من المالولين، 5 × 2 10، تمام؟ 10 زائد 6 كربونات اللي موجودات أساسياً اللي هن هذول رح يطلع 16. فإذا لما أكرر الخطوات من 2 إلى 7 7 مرات رح ينتج عندي مركب فيه 16 كربوني اسمه البالميتات. The last step اللي هي الخطوة الأخيرة، شايفين هذا البالميتات؟ لازم أفصله عن إنزيم الفاس، فإنزيم الفاس هيو The last step is catalyzed by palmitol thioesterase domain. في عنا جوا هذا الإنزيم اللي هو الفاس، الفاس هو إنزيم كبير فيه السيس آرم، فيه الابيسي آرم، فيه دومين اسمها palmitol thioesterase. البالميتال ثيوستيريز اللي موجودة ضمن هذا الإنزيم بتحفز إيش؟ إنها تفصله عن البالميتات، فالبالميتات بيطلع لحال والإنزيم بيروح لحال، تمام؟ إذا صار في عنا بالميتات وهو عبارة عن فاتي أسيد، أوكي؟ أوكي حلو، اتمنى انه يكون واضح، تمام؟ هسا الكالكوليتد، يعني احنا كيف نحسب الاشياء هاي؟ اسيتيل كو اي كم استخدمنا؟ حكيت لكم الاسيتيل كو اي بس في الخطوه الاولى، بس اسيتيل كو اي واحد غيره ما بدي، تمام؟ تمام. المانيليل كو اي كم استخدمنا؟ شايفين الخطوات من 2 الى 7، اوكي؟ كم مانيليل انا استخدمت؟ واحد، وانا حكيت لكم انه رح نرجع نكررهم ايش؟ رح نرجع نكرر الخطوات من 2 الى 7 7 مرات. اذا كم مانيليل؟ كم مانيليل؟ 7 مانوليل، انا بستخدم 7 هيهم 7 مانوليل. كم سي او 2 راح تطلع؟ السي او 2 من وين بتطلع يا جماعه؟ من المانوليل. اذا عدد المانوليل مساوي لعدد السي او 2، اذا 7 سي او 2، اوكي؟ الناد بي اتش كم راح استهلك؟ شوفوا احنا بنستهلك هيو في اول مره، هيو في اول مره احنا بنستهلك 2 ناد بي اتش، ايوه. الخطوات من 1 لغايه 7 في عندنا مرتين بنستهلك فيهم الناد بي اتش، تمام؟ تمام. بما اني رح ارجع اكرر مرة ثانية، تمام؟ هاي 1 2، هاي 3، هاي 4 ناد بي اتش. بما اني رح ارجع اكرر كمان 5 مرات وكل مرة فيها 2 ناد بي اتش، 5 × 2 قديش بطلعوا؟ 10، 10 + 4 = 14، فعدد الناد بي اتش اللي انا بستهلكه قديش؟ 14، تمام؟ يعني باختصار عدد الريبيت، عدد المرات اللي بتكرروا فيها 2، ماشي؟ النيت اي تي بي، الحصيلة الكاملة من الاي تي بي اللي تم استهلاكه، حلو، الحصيلة الكاملة من الاي تي بي اللي تم استهلاكه بتقدروا تحسبوها عن طريق اللي هو نمبر اوف كاربون ناقص 1، قديش النمبر اوف كاربون؟ 16 نقص منها 1 15، هاي 15. بس للناس اللي حابة تفهم من وين طلعن ال 15 اي تي بي، هسا بحكي لكم شو الفكرة. مش احنا هون بحاجة لأسيتيل كو اي؟ صح، هاي أسيتيل كو اي 1. هسا هون مانيلول كو اي، كم مانيلول كو اي انا بحاجة؟ مانيلول كو اي للخطوة الأولى، مانيلول كو اي للتكرار الثانية، مانيلول كو اي 5 مرات للتكرارات الخمسة، 5 6 7، بدي 7 مانيلول كو اي. طب المانيلول كو اي من وين بيجي؟ من الأسيتيل كو اي. إذا لازم يكون في عندي 7 أسيتيل كو اي أحولهم لـ7 مانيلول كو اي. الـ7 أسيتيل كو اي مع أسيتيل كو اي ما رح أحولها، هاي الأسيتيل كو اي ما بتتحول لمانيلين، هاي أسيتيل كو اي أنا بدي إياها بس بداية التفاعل، تمام؟ فسبعة أسيتيل كو اي، وحدة أسيتيل كو اي، كم عددهم؟ 8. إذا أنا بدي 8 أسيتيل كو اي، من وين بيجوا 8 أسيتيل كو اي؟ هون. إذا ذاكرين إحنا حتى نطلع الأسيتيل كو اي برا الخلية بدنا اي تي بي عن طريق الشتل، تمام؟ بما إنه بدي أطلع 8 أسيتيل كو اي، معناته أنا بدي 8 اي تي بي، 8 اي تي بي لأنه بدي أطلع 8 أسيتيل كو اي، حلو حلو. إذا إحنا طلعنا 8 أسيتيل كو اي للسيتوبلازم، هاي استهلكنا 8 اي تي بي بعمليه الشنتنج. هسا ال 8 اسيتيل كو اي واحد منهم راح اخليه بدي اياه هنا، تمام؟ بدي اياه بس بالخطوه الاولى، و7 منهم
7 منهم راح احولهم لملل الكو اي. عمليه التحويل لملل الكو اي شو بدها؟ اي تي بي. اذا 7 بدي احولهم لملل الكو اي، بدي 7 اي تي بي. تمام، 7 اي تي بي و8 اي تي بي قديش يا جماعه؟ 7 اي تي بي و8 اي تي بي اللي هي عباره عن 15 اي تي بي، وبهي الطريقه بتعرفوا من وين اجن الاي تي بي. تمام تمام، بس انتوا ريحوا راسكم خلص. نمبر اوف اي تي بي هي عباره عن نمبر اوف كربون ناقص 1. 18 كربون فاتي اسيد. لو كان عندي طبعا هذا مثال مثلا نقول من الدكتور بحكي لك انه لو كان عندي 18 كربون فاتي اسيد، قديش عدد الاسيتيل كو اللي انا بدي اياها للبناء؟ اسيتيل كو اي بس هيو هذا، بس ما بدي غيره، بس هذا واحد والباقي حولوه لمنيل كو اي. ماشي ماشي، اذا قديش بدي اسيتيل كو اي؟ واحد. طب قديش بدي منيل كو اي؟ شوفوا المنيل كو اي عباره عن ثلاثة كربونات. تمام تمام، حكيت لكم واحدة منها بتطلع شكل CO2 فما بدي اياها، يعني باختصار كربونتين. اذا كل مانول الكو اي بيضيف كربونتين بس. اذا كان ابو ال 16 كربونه محتاج 7 مانول الكو اي، ابو ال 18 قد ايه بده؟ 16 حتى يصيروا 18 كربونه، كم كربون؟ 16 17 18، بدي بس كربونتين. اذا كل مانول بيعطيني كربونتين معناته حتى انا احول من 16 17 بس ضيفوا لي مانول الوحده. إذا من 7 مالولين نستهلك 8 مالولين. تمام تمام، هيك بتقدروا تعرفوا. CO2 هي نفس عدد المالولين 8. الناد بي اتش، الناد بي اتش حكيت لكم عدد الريبيتنج اضربوها اضربوها باثنين. إذا 16 كربون حتى انتجهم كررت الخطوات من 2 إلى 7 7 مرات. ال 18 قديش بدي؟ ال 18 ال 18 عبارة عن إضافة كربونتين، يعني قديش مالولين بدي استهلك؟ واحد، لانه المالولين فيه كربونتين. تمام، قديش تستهلك مالولين؟ واحد، معناته راح بس بدل 7 مرات بدي بس كمان مالولين الوحده، يعني كمان تكراره وحده، يعني 7 8 تكرارات. اذا ال 18 كربون حتى ينتجوا بدي 8 تكرارات. ال 8 تكرارات بكل وحده فيهم انا بستهلك 2 ناد بي اتش، معناته 8 ضرب 2 قديش بيطلعوا؟ 16. باختصار 8 ضرب 2 16. هين النيت اي تي بي عدد الكربون ناقص 1، 18 ناقص 1 17. اوكي اوكي، والنوت المكتوبه هون بحكي لي انه مش احنا بالبدايه عندنا اسيتيل؟ هيو هذا الاسيتيل. اوكي هيو نعتبره من عند هون، شايفينه؟ هاي جهه الاسيتيل. اوكي سوري، وين الاربع كربونات؟ خلص مش مشكله، هاي عباره عن اسيتيل. تمام، بعدين انا بضيف لها مالولين، برجع بالخطوه بالتكرار الثاني بضيف مالولين، برجع بضيف مالولين مالولين مالولين. فاول او الاساس او الكربونات البدائيه اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن الاسيتيل كو اي، او جايين من الاسيتيل كو اي. فالتو كربون فروم اسيتيل كو اي نعتبرهم اللي هم الاوميجا كربون ان ذا فات، اللي هم البدايه اللي هم سي اتش 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 واي سي، كمان هم البدايه. بعدين الباقي هن عباره عن مالولين، يعني باقي الكربونات هم جايين من المالولين مالولين مالولين. تمام، اكثر من المالولين. تمام تمام اوكي، بس راح اشوي. طيب هسا اخر شيء رح نحكي عنه، مش احنا حكينا سابقا انه هنا انا بطلع الاوكسالو اسيتيت، هنا مش احنا السيتريت بنرجع بنفكه لاسيتيل كو اي واوكسالو اسيتيت. الاوكسالو اسيتيت كيف ممكن ارجعه على الماتكس او الميتوكوندريا، وشو ممكن اعمل فيه؟ هذا اللي بدنا نحكي عنه اخر شيء. When we shuttle the acetyl CoA in order to make fatty acid, oxalo acetate is now available in the cytosol. هسا حاليا الاوكسالو اسيتيت في السيتوسول. تمام اوكي، شو بيعمل بالسيتوسول؟ بدي انقله يعني اوديه لاماكن ثانيه. It has varied fats, one of the important fats in this. له مصائر عده، يعني رح يصير عليه أشياء عدة، منها we have two reaction in the cytosol to generate pyruvate. في عنا اللهم صل محمد نوعين من التفاعل لإنتاج البايروفيت، وكلهن رح نستخدم فيهم اللي هو الجلسيتسول، كلهن رح نستخدم فيهم اللي هم الأوكسالو أسيتيت. تمام، أول إشي شايفين الأوكسالو أسيتيت، conversion of أوكسالو أسيتيت to malate، بحول الأوكسالو أسيتيت لمالات. أيوة ده هذا هو الريفرسيبل رياكشن اوف ذا لاست ستيب ان ذا كريبس سايكل، هو التفاعل المنعكس من الخطوه الاخيره من الكريبس سايكلز. تمام، باي عن طريق مالات ديهيدروجينيز. اوكي، الاختلاف انه السيتريك اسيد سايكلز بتصير وين؟ بتصير في الميتوكوندريا، اما اللي عم نحكي عنه هون احنا في السيتوسول. فالانزيم هذا هذا انزيم في السيتوسول، مش انزيم في الميتوكوندريا. انزيم المالات ديهيدروجينيز، حتى بحطوا جنبه كلمه اس كانه سي زي هيك صغيره عشان يرمزوا لانه هو انزيم في السيتوسول، مش الانزيم اللي موجود في الميتوكوندريا. تمام، انزيم في السيتوسول. اذا the difference that is a cytosolic enzyme and it's consume NADH that is supplied from glycolysis. برضه راح نستهلك NADH، هيو راح نستهلك NADH اللي اصلا بتنتج من الجلايكوليسيس.
المصير الثاني اللي هو convergent malate into pyruvate. شايفين الملاث راح انا اجي احوله لايش؟ لبايروفيت. وهذا الاشي بيصير عن طريق انزيم اسمه ملك انزيم، وفي له اسم ثاني هو NADPH dependent malate dehydrogenase. تمام، NADPH dependent malate dehydrogenase والاسم الثاني حفظ. وزي ما انتم شايفين الملاث بطلع منه CO2، وبرضه الناد بلس شو مالني بحوله لناد بي اتش، اذا رح انتج ناد بي اتش بهاي الخطوه. فتحويل الماليت الى بايروفيت عن طريق الملك انزيم اتس كونسيدرد از ا سبار باث واي تو جنريت ناد بي اتش. برضه بحكي لنا انه هذا المسار يعتبر مسار برضه لانتاج او مسار احتياطي لانتاج الناد بي اتش. ايوه، انا ليش بدي الناد بي اتش؟ ناد بي اتش تدخل باشياء كثير مهمه كثير مهمه، لها دور في السيتوكروم فانكشن وهذا اخذناه بشابتر 9، لها دور بالديتوكسيفيكيشن اوف رياكشن اوكسجين سبيش اخذناه بشابتر تشابتر 19 اوكي، وهذا برضه بشابتر 19. ريدكتيف سينثيسايز اوف فاتي اسيد وستيرويد وستيرول اللي هو صناعه الفاتي اسيد، لها دور بصناعه الفاتي اسيد برضه، هذا اخذناه في التشابتر هذا. سو ذا نات بي اتش از فيري فيري كروشال اند امبورتنت ريدوسينج ايجنت فور انابوليزم، كثير مهم كثير كثير مهم في عمليات الانابوليزم كريدوسينج ايجنت. ذا بايروفيت كان بي بروفايد فروم ماليت اند فروم other amino acid. البايروفيت ممكن انا انتجه من الماليت ومن other amino acid عادي، يعني في عنا عدة مصادر لانتاج البايروفيت مش مهم. This is figures، هذا الشكل is a test to support your understand، هو عشان يعزز فهمك. انا بحكي لكم اياه سكيب، ليش هيك قلبت؟ المهم مش مهم الا اذا حابين تتبعوا الرسمات، يعني بس عشان تشوفوا فهمكم للموضوع. The conversion of oxalo acetate into malate need not be H that is supplied by glycolysis، هاي المعلومه حكيناها هنا. تمام، this is integration of all pathway، يعني بيحكي لي شايفين هذا التداخلات بين كل هاي الباثوي. يعني مثلا هون انتجنا ناد بي اتش، الناد بي اتش له دور في صناعه الفاتي اسيد، صناعه الفاتي اسيد اللي هو هون هيها صناعه الفاتي اسيد بتكمل السلسله باستخدام، يعني في عندنا انتجريشن، في عندنا تداخلات ما بين التفاعلات. اوكي، انشور ذا فلو اوف ذا رياكشن ذا سبورتد ان ذا اند اوف ذا داي سينثيسايز اوف فاتي اسيد. كل هاي يعني بتقدروا تعتبروها حلقه مكمله لبعضها البعض. اوكي، يعني زي تفاعلات داعمه لبعضها ايش لبعضها البعض، برضه مش مهمه. اوكي، المهم ترايجليسرايد انابوليزم. حلو، احنا صنعنا الفاتي اسيد يا جماعه، تمام. وبعد ما انا صنعت الفاتي اسيد الترايجليسرايد اللي مكون من جليسيرول وثلاثه فاتي اسيد، ايوه، كيف بدي ابنيه؟ طبعا احنا راح ناخذ هون هيك بس مقدمه قصيره، واتوقع اللكتشر اللي بعده راح تاخذوا معلومات اكثر عن بناء الترايجليسرايد. تمام، فهون بس اشياء بسيطه ممكن نذكرها ذكر. بحكي لي انه after the fatty acid synthesized the next step is forming lipid by conjugation fatty acid and the glycerol. كل اللي بدي اعمله اجيب الفاتي اسيد، ثلاثه فاتي اسيد اجمعهم مع جليسيرول. اوكي، حلو، عشان اعمل اللي هو الترايجليسرايد او اللي هو الفاتس to have what killed اللي هو ترايجليسرايد and this is an polysome must be activated. حلو، حتى انا ادمج الفاتي اسيد مع الجليسيرول واصنع الترايجليسرايد، هذا الباثوي الانابوليك باثوي لازم انشطه. طب كيف انشطه؟ بحكي لي وان اوف ذا اكتيفيشن بروسيس، واحده من عمليات التنشيط لهذا الباثوي هي عمليه انتاج الجليسر 3 فوسفيت. اذا انا انتجت جليسر 3 فوسفيت هذا المركب يعتبر زي بدايه تنشيط لبناء الترايجليسرايد، وراح تاخذه بالتفصيل اتوقع باللكتشرز اللي بعده. باي تو ميكانيزمز، انا كيف ممكن انتج الجليسرول 3 فوسفيت؟ كيف ممكن انتجه؟ باي تو ميكانيزمز. الاولى شايفين الجليسيرول بحوله لجليسيرول 3 فوسفيت عن طريق انزيم اسمه جليسيرول كاينيز، وهنا بستهلك اي تي بي. وهذا التفاعل وين بيصير؟ بيصير فقط في الليفر. فاذا اول طريقه جليسيرول كاينيز انزيم كونفرت جليسيرول تو جليسيرول 3 فوسفيت باي يوزج 1 اي تي بي هابن ان ذا ليفر اونلي. بس التفاعل الثاني واللي بيصير عادي في الليفر وبيصير في الاديبوس تيشو عادي، يعني في التيشو في الليفر، اوكي، اللي هو شايفين الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت هو عباره عن مركب. هذا المركب عن طريق انزيم اسمه جليسر 3 فوسفيت دي هيدروجينيز راح احوله لجليسر 3 فوسفيت، وبرضه بستهلك ناد اتش
The another reaction depend on the NADH, which the glycerol 3-phosphate dehydrogenase enzyme will convert dihydroxyacetone phosphate into glycerol 3-phosphate. وهذا موجود في الليفر وفي الأديبوس تيشو. تمام؟ تمام. بعد ما أنا أنتج الجليسرول 3-phosphate رح يبلش عندي إيش اللي هو خطوات بناء الترايجليسرايد واللي أتوقع رح تاخذها بالشابترز اللي بعده. تمام؟ وإذا مش مذكورة معناته الدكتور أتوقع ما بده إياها. هيك بنكون إحنا خلصنا. اللهم صل محمد. طبعا كل الشكر مره ثانيه لفريق التفريق فريق تفريق الدفعه دفعه نبضه وفريق تفريق ملهم، الله يجزيهم كل الخير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.